مؤخرا نحكي عن التاتو، بالماضي كنت تقولي هودي عينين مكحلتهم ليلى، كنت حس انه ما له قلبي يغسل الميك اب يلي كان يغسله، لانه عن جد كنت اقعد ساعتين وثلاثه لحتى اعمل الميك اب. انسى حالي، الرمشي رمشي، خاف حط له الرموش احسن ما يهروا رموشهم. كان عندي خوف يعني بتطلع احلى بس بكره بيتعبوا رموشك، يعني هالامور كلها هيدا الانسان بيخليه انه يقول لحاله انه عم بيكمل. يعني مثل ما بقول لك انه انا بعرف نقطه ضعفي، اني مثل ما قلت لك القراءه يلي هي تثقيفيه ضعيفه، اني روح احضر اوبرا لوقت طويل بتعب، اني احضر شوي بحب كتير، بتاخدني لمطارح كتير كبيره. الموسيقى الكلاسيكيه بموت فيها، بس ايام بيطلع عبالي اسمع العربي والدق والطرب والدف بيطلعني. ايام كون بالسياره بحب اسمع فيروز وبحب جن هيك مع الغنينه، وبحب روح مع الكلمه وكل كلمه بتحكيني بمطرح. بحب الكلمه اللي فيها عاطفه، بحب العينين المذبوحه اللوزيه، بحب اللغه يلي بتحكيك الجمال اللي بيحكي لغه معينه. علاقة ليلى عبيد مع الكاميرا علاقة مميزة، مع أنه بالبداية كانت مترددة كتير. أنا كنت عم بتغنج لما حكيوني، قلت له أنا ما عندي وقت، أنا مرة بشتغل وأنا مرة ما عندي وقت وأنا عندي معيد وأنا بتضيع وقتي ويعني وسوري للكلمة، أنا نهاري بطلع مصاري وشو بدي روح ضيع وقتي أقعد أحكي على الكاميرا يعني. لكن قديش في صناعة لما يسمى بالستار، لأنك تكوني كاركتر تصيري معروفة، تصير عندك كاركتر، لأنك شو تقولي أني بمشي الناس تتعرف عليك، أني تصيري مع النجومية بدون ما تعرفي. هي هيدي عظمة الكاميرا وخوف الكاميرا. في كتار بخافوا يبطلوا يكونوا على الكاميرا. لما ما بتخافي تبطلي تكوني على الكاميرا بتعيشي بالرياليتي، بضلك مستمرة. أنا ابتدت القصة بالصدفة، دعيتني سيدة اسمها ريما محب لحتى جرب قوم بمقابلة أنا وعم بحكي مع حالي. قلت لها شو هاي؟ قلت لي بس جربي. قلت لها بس أنا ليش؟ قلت لي بس من أنا عملي تيست، ما كنت عارفة إنه بروجرام. وبتذكر أول استضافة كانت من هادية سنو، كانت تعمل بروجرام دعيتني لهالبرنامج لحتى احكي عن الجميل في تلفزيون المستقبل، وكان عندي محاضرة بتضم أكثر من 1500 شخص بالرزق بلازا. حضرت مع التلفزيون وصوروا هالحدث المهم، كنت عم علم ميك اب وشافوا هالحضور الكبير، وكان في نوع من هيك التقدير لشخصي من حيث لا أدري. وصار إنه طلبوني وطلبت مني أن يكون عندي استوديو خاص مثل شيف رمزي. قلت لها لا 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 لا، أنا في عندي الانستيتيو. قلت أنا لا، لازم أعطي إيمج للمحل لحتى يضل باستمرارية. وبلشنا، وبتذكر حالي أنه قعدت وحكيت، قالت لي صوتك واطي لازم تعلي. قلت لها رح أجرب. جرب جرب ما كان يعلى. بتذكر كتير أنه عندي هاي المشكلة على طول، بس خلتني أحب حالي لأنه يجيني اتصالات ونحن منحب صوتك ومنحب الطريقة اللي بتحكي فيها، وأنا مش عارفة أنه لا عندي صوت ولا عندي طريقة. بعبر عادي، بقعد وبحكي ولا بحضر ولا مرة محضرة شيء. وبلشت من برستيج، كان عندي موضوع اسمه بيوتي، لا تلفزيون المستقبل، بيوتي في عالم الصباح، لهاللقاء الاستمراري مع الناس اللي عم تشوفك كل يوم عبكرة. وعن برنامجها الجمالي الخاص اللي بيهدف إلى المصالحة مع الذات، بتقول خبيرة التجميل السيدة ليلى عبيد: كله لحتى نقول إنه نحن ما عم نحكي جمال وتغيير، نحن عم نحكي إنه آن الأوان إنه نقول إنه لباربي إنه في كبرة منكبر فيها، ما منضلنا باربي. بس ليش بدي أكبر وأنا تعبانة وعندي عاهة أو عندي شائبة أو عندي شيء زعجني من مرور الزمن وإهانات الزمن؟ أنت بتعرفي الجميل لما واحد منكبر بهين حاله، الشيخوخة بتهينه لهالجميل، ببين هيك فيه هالكبرة وفيه هالعدم الاهتمام
والتلاشي مع الـ مع الـ الأمومة والتربية البنين والبنات. طب إذا إيش حدا وقال لي مجانا بدي أعتني فيكي بدي رجعك لصورتك، ما بدنا نعمل صورة المرأة الواحدة. هدفي بالبرنامج مش صورة المرأة الواحدة، إعادة المصالحة مع الزيت، صورتك أنت. بالنسبة لليلى عبيد، ما في شيء بالحياة أهم من المحبة والسلام الذاتي اللي هو سبب السعادة الحقيقية. أهم شيء ما يوصل هيك مثل ما بيقولوا الغاز على الراس، يضل الإنسان يحس أنه ما في لا مجد، ما في غير مجد لربنا، ما في علو إلا للأعلى. ولما دايما بتفكري في أعلى تكوني سعيدة، لما بتفكري حالك عالي بتوقعي بتدوخي. أهم شيء بالحياة لحقلك بكل صراحة هو إنك تتعرفي على صدق ذاتك بعاطفة، يكون عندك عاطفة، تكوني عايشة بالعاطفة. كل ما عندك عاطفة كل ما بتعطي. ليلي بتحب تعيش حياة عاطفية، بكون عندها شي بحياتها أو صديق أو حبيب بتحسيه عينيه عم بضوه، اللي عندها عائلة وحياتهم حلوة وما عندهم مشاكل وما في مشكلة صحية بتحسيهم متعافين وجميلين ومرتاحين. وليلي بتحسيهم عندهم هدوء ذاتي وما يسمى بالبيس، في الإنسان بس يعرف يكون عنده بيس سلام بيكون سعيد. وإذا منسأل السيدة ليلى عبيد عن حالة بعد هالسنوات الطويلة من العمل والألم، بتقول كان من الأساس في سلام، في بيس، بقى كان في أنه حب ألبس فستان معين ولا سكربينة معينة، صار في وصار هالشي يخليني أعطي بذوق أكتر. وهي بشكر ربي عليها أني صرت بقدر أني يكون بكادر أجمل مثل ما حبيت. كنت حب يكون عندي بيت حلو أو وعائلة حلوة ربنا عطانا، وبالشغل أنه ما يكون عندك أخطاء وما يكون عندك أعداء. هيدا هو الإنسان يلي بالختام بيقدر يحكي عن حاله ويقول شي واحد أنه الإيمان من جوا. كل إنسان إذا ما عنده إيمان بشي كتير كبير أكبر من هالدنيا وأكبر من يلي بيتعرف عليه ما بيوصل. بالختام، اعتراف مهم من السيدة ليلى أمام الملايين من المشاهدين، وهو أيام ما هيدا الشي بدي خبرك إياه بالآخر، أني كنت مصلحجية مع ربنا بس كان دايما يستجب لي. يعني قبل الفحوصات بحط صورة وبولع شمعة وبصلي، والأيام العادية ما بصلي. بس شو حس أنه أني فتت لهالمطرح. هالشي هيدا كنت حس أنه مزبوط في عندي سلام. يمكن هيدا مش شي حتى الغير يتمنيه، بس دي بكون عندك سلام وصدق بدل ربنا يشوفك. أو بكون أنت كل إنسان عنده طريقته بأداء واجباته مع ربه، بس بالآخر في مطرح بالحياة بحيك الزيت، هو أنه الإنسان بخاف من الموت بس بيفرح بالحياة الحلوة. وبطلب أنه إذا في من موت بالدنيا ما أمرض، ما وجع غيري إذا مرضت، أو وما كون إذا الإنسان ميت بتحسيه يمكن ما بيفكر هو، بس بخاف من عذابات يلي تفرجت فيها أنا على الموت وولادي، بخاف على أولادي بهيك مرحلة، بخاف شو معقول يكون لهم وجع إذا أنا صار لي شيء، إذا أنا فقدوني مثل لأنه في بيهم مش موجود. ممكن هاي الناحية بقلك إياها، بتمنى أنه ضلني حدون لألون مش للشغل، بتمنى أني تكون ضلني قوية، لأنه المرأة اللي بتكون مثمرة لبيتها ولعائلتها تبقى سعيدة لما بتأمن وبتوفر كل مستلزمات الحياة لبيتها ولعائلتها. لاستفساراتكم الآن تلفزيون بي أو بوكس 500765 دبي ميديا سيتي دبي الإمارات العربية المتحدة، أو قصص @الآن.TV.